وحنا في ذاك الاسبوع ديال العيد يعني راه يوميا اللي جا لنا شي تابع شينا كنحضر فيه. وحنا يعني في لجنه العمليه كنقولوا ما كيحضرش معنا هذا السيد مونتي ديال وسيط هذا الوسيطي المنتج شاهد الفوسفات انه من هذه المدينه راه كيعطي الصداقه الصداقه اللي كيعطي ولا مشى حتى صيفط لك شي واحد هذا السيد انا ما حضرش كيصيفط لك واحد ما عرفوهالو كيكبين ليه واقع كيدير معاه اسطور وكيقول لي مشي ملي كتهول لي 16 مع الناس ديال هذا الوسي بي يمشي لينا من يجي لنا بشجره الحزام الاخضر اللي دار على ذاك الموقع فين هو يحسبوا معنا يلعب الدور ديالو ماشي دابا حاليا كيجي كيعطينا الصداقه هذا مبلغ هزيل وانا دابا كنعاود نقول للاخ رئيس الميزانيه واش هذا الشق المالي راه ما مكتوبش لينا هنا ما عندناش هذا الاتفاقيه ما فيها لا والو خاويه الى الاولى ولا الثانيه خاص يكون عندنا هذا الشق المالي ما عندناش لا ما كاينش غير الشق المالي لا كاينش غير الفرق التزامات دونك دابا حاليا راه شحال حاجه دابا هي دار اتفاقيه اتفاقيه هي في كاتين اتفاقيه بغا في الله هي ودابا تحلها وما كانش هذا راه من عيب العار راه الاوهام اتفاقيه كتوقع ولكن فين هو التتبع ديالها هذا دابا حاليا بين المرجعيات 100000 شجره الحزام الاخضر فين هو ديال المدينه الناس تاع وصيفي راه كيستهزئوا بينا وحاليا ديما كنقولوا يجي يحضر معنا الدورات ويجي ممثل مدير جهوي ما يعرفش واحد اللي هو من هنا ما عارفش كيف كان نعاود 16 نعاود نرجع وشكرا سي الرئيس الواحد هذا اللي كان في حق وصيفي وصيفي انا من لحقت هذه المجالس اللي كنديروا مع الاتفاقيات ومش شكون كيخدم علاش شكون اللي غادي يوصل شكون اللي غادي يعطي حق المراقبه شكون اللي عنده حق التفوت ما كاين حتى شي واحد ما كيعطونا حتى شي لا من التلاقيين هاد الشجره لا من هذاك الحزام الاخضر اللي داروا ديال المدينه الاسفي لا حتى الشرطه الماليه حتى هي الفرشه الماليه عفوا حتى هي دخلوا فيها وانا راه كنت قلتها في هذيك اللجنه السيد الرئيس وكنت حاضر وقلت لك غادي نزودك بالاتفاقيه ما بين المدينه الاسفي والهواء المكتب الشريف للفوسفات في شخص سي طبع وسي دعم الوالد هذه الاتفاقيه ما احترموهاش في المليان ما احترموهاش نتمنى هذه الاتفاقيه تكون عند هذا المجلس جرأة يبدعها ويفعلها ولكن السؤال اللي عندي انا الان اللي في حاجه هو 7 مليون ديال الدرهم اللي غتاديها الجماعه الا كنت غنعرف هذه 7 مليون ديال الدرهم ما غنجيبوهم واش كاين عندنا في الميزانيه ما عندناش الميزانيه باقا ما جاتش عندكم ترخيص ديال الاندوزيه مش خدامين معناها انه هو ما عندناش فلوس وهذه الاتفاقيه خصها تبدا ساريه المفعول واش حنا غادي عاد كنصوتوا صافي حنا نصوتوا عليها واش غتفعل ولكن 7 مليون راه باقا ما دخلاتش للراس من هاد الجهه هذا هو السؤال اللي طرح وشكرا للسي الرئيس وتتلافي وكانت المغالبه بحضور السيد مدير مكتب الشريف والصفات ديال الاسفي حضوره شخصيا بكل شخصيا انا شخصيا ربما مجلس قاضي هذا عمري ما شفت المدير المحلي تاع الاسفي ربما الى شرف المجلس من بعد ولو يحضر غير مره واحده يعرفوا الناس يشوفوا كي داير بشكل لان السي الرئيس التزام مالي وانا صدقوني الاخوان سبعة مليون تخلصها الجامعه اللي هي جامعه في القبورها مادام ميزانيه مطروحه من العجز دابا الانظار الوزاره الروسيه فهي هي تعتبر انها ميزانيه فقيره ما يمكنش نستثمروا بها كيف ما بغينا وجا الوصيل بي عطينا واحد الصدقه ديال 3 مليون واش الوصيل بي اللي باجي 3 مليون شي حاجه كثيره ما معنى هذا راه كان يكون العكس 7 مليون كان يعطيها الوصيل بي وحنا علاش قلنا لان الاخ اللي يحضر ممثل مكتب الشريف في مصر تيجي مورني ما يقدرش يزيد سنتيم واحد في حين انه اللي ذكرنا ما تيقولك على انه راه كاين واحد البلاصون اللي كاين فيه المدير مثلا اللي كيحسن فيه وتياخذ فيه القرار محليا وكاين واحد البلاد اللي في يعني ملي كيتجاوزو راه كاين الاداره المركزيه
يعني لو كان تيحضر هذاك المدير عنده سلطه القرار، يمكن هو تيبانو ليه الوثائق ديالو اللي عنده في المكتب ديالو، يمكن وهادشي ناقشاه امام السيد رئيس في اللجنه، يمكن هذيك الكتاب يمكن يقدر يصبح 100 واحد 200 هو تيشوف. حنا ما قلناش الاتفاقيه تاحضر على وراء، لان كيف قلتوا انتم السيد رئيس انا حضرتهم على اللجنه قلتوا جرات هذا بان الاتفاقيه تيبانو كنمشيو نقلبوا على التمويل اللي هو ما لقيناش وتعهدتوا حنا قلنا لكم هذا الشروط راه يمكن لنا الا نسدي ويمكن لنا الا نصدقوا عليه، لان هذا مشروع تهم المدينه. ولكن في حالة ما لقيناش لان واحد العدد تاع الاتفاقيات ما كاينش، لان نصيبي نعمرو كان 100% داكشي اللي كيوعد تيهزو على ارض الواقع. نصيبي راه واحد الوقت راه الله بدات تبان كمؤسسه مواطنه، راه واحد الوقت كان كيفرق على الحريره، في حين انه كان يخص كان يخصو يفرق الطاقمات على الناس الاساسيين من جراء المشاكل الصحيه اللي تعرضوا لها. ولكن نصيب هذه الثروه ديال البلاد الثروه ديال الدوله ديالنا، ما يمكنش لنا نكون خمسنا نكون 10 في المزينات هنا، ولكن غير دابا اللي شويه ربي شويه هذه المدينه هي اللي كتاكل هي اللي كتاثر. راني قلت لا تاكس بروفيسيونيل للسيد الرئيس المبلغ اللي هو هزيل جدا، شحال تيعطينا دابا؟ بالتالي السيد الرئيس فالوسيطي قلنا انا عندي طالب واحد السيد الرئيس يدير لنا هذا الشيء اللي دار في المدريد، ما نزيدو معاه حتى حاجه اخرى، هذا الشيء اللي دار في المدريد يدار لنا هذا. وشكرا السيد الرئيس. تحيه للجميع، تحيه للسيد الرئيس، تحيه للسيد باشا والمحترمين المستشارين ومشاركة المجلس. صراحة يحس الصد الناس ما تمشي للمواصلات كل يوم ناقشوا معضلتها انه يكون شريك استراتيجي للدين. كنسمع بزاف انه الشراكه والاتفاقيات كان قبل على سبيل المثال العرعره 3 مليار راه ما دارتش، راه حنا ساهل اننا نصنعوا شراكه مع المكتب الشريك ساهل نجيو نكتبو ونقولو 3 مليار 10 مليار. وانا كنحييك السيد الرئيس عندك الجرأة، كانت عندك الجرأة انك تقول للمصريين انا ما غنتسناش اخاء ديال المجالس العظيمة ونبقى نبكي على الاطلال والوظيفي مداش عندي البدل على قدر الاستطاعة غنحاول ولك اجر المحاولة. فصراحة فاجأني هذا المبلغ ديال 700 مليون هذه جرأة توقع عندك السيد الرئيس انك تحاول، يعني ماشي تدوز يدوز الولايه تاعك ويقول لك ما درتيش شي توصي كما دارش، اش درتي انت؟ اش دار المجلس ديالك؟ وهذه شجاعه صراحه نحييك عليها السيد الرئيس. جل الاخوان حضور ديال العموم في الجلسه عندهم طموح اخر، هي احنا بغينا البنايه التحتيه، البنيه التحتيه خص يكون حتى البنيه التحتيه ديال تاهيل الشطر الثاني تاع منتجات الاسلحه يكون في واحد التشخيص ديال الاقتصاد المحلي، دعم الاقتصاد المحلي ماده 87 قانون التنظيم ديال الجامعه وانعاش الشغل. كما قال الاخ عزيز علاش ما يداروش لابي اسابيع ماشي غير شهر، ديروا علاش نديروا كيوسكات الكيوسك لي موديرن العصريين، راه كاين الاخوان تما يجوا الناس اللي كيمشوا لتركيا راه كتشوفوا دوك شي حاجه بسيطه بسيطه وبواحد الطريقه زوينه تولي عندها ويستافدوا من الاخوان. مدينه اسير تعتبر مدينه البطاله بامتياز، العاصمه مدينه البطاله بحجم الشركات والمركبات الصناعيه، اسير عاصمه ديال البطاله. راه كتشوفوا الاخوان دابا تحاصروا حتى ديال المجازين، تحاصروا حتى للسن التعليم. اش نقولوا لهاد الناس؟ نقول لهم نديروا لكم شانطي مابقاش عندنا المين الامكانيه نقولوا لهم اليوم باننا حنا راه جينا باش نديروا لكم شانطي، خصنا نديروا لهم شي حوايج اللي يستافدوا منها. راه هو اختصاص مشترك بيننا وبين الدوله اننا تشجيع الاقتصاد المحلي وينعش الشغل. لوسيبي ديما غيتمنص، علاش ديما غيتمنص؟ لان ما كاينش واحد
المترافع صحيح الحمد لله الصوت ديالو بدا يوصل ولات دي تاسلي كيجي الصوت ديالها في الكازا وفي الرباط لانه مجلس كيغوال على بزاف اتفاقيات ما دارتش 5 مليون شجره هذا يتلوصي في اتفاقية مع المجلس ومع حوض الاسم حوض التنسيق بين 5 مليون شجرة كيفين الناس كلوا أموني أموني كان حزام أخضر تولى بنية تحتية ولو عقارات ماشي اليوم السيد الرئيس الله يرحمه الوالدين إلا كان شي تأهيل يكون معاه تشخيص يكون معاه واحد النظرة ديال دعم الشباب دعم المقاولات خلق اقتصاد محلي قوي أرشي شي حاجه بسيطه هذا دابا كاين هاد السمارت موبيل المترقين السمارت المترقين ها وحنا دابا المجلس دابا كيصرف حملات بروبي خلو الناس تخدم باش نسدو جات كورونا سدينا وبالتالي دابا نسدو نخدمو لان المواطن دابا مكيتسناش راه المواطن دابا زيد وصل 3000 4000 2400 وغايجي ناقش لي الشامبيون غناقش لي الاخوان كلشي ولا خلا كيزدو لي يقول لي بغينا نخدمو كيقولش يا شاطي ولا يقول بغيت نخدم حنا كان الله يرحم ياسين الرئيس خدم حتى الا كان شي جلسات مع الوصيف بي ولا فرقاء اخرين خدموا على دعم اختصاص المحل ودعم المنعش هذا اختصاص مشترك ديالكم الله يرحم ديال والدي وشكرا هذا الشريف الوسط هزيتي على بزاف ديال الحوايج هزيتي على المدينه هزيتي على بزاف ديال الحوايج وكيتفاخر سواء في مواقع التواصل الاجتماعي ولا في الاعلام بما يسميه الابتكار الاجتماعي مزيان حتى حنا كسياسيين اليوم حنا مطالبين بالابتكار السياسي كلشي اليوم كيهضر على لينوفاسيون دون ليكوسيستيم بوليتيك هادشي كامل زوين ولكن واش هاد المكتب الشريف للفوسفات ما غيبتكرش مدينه اسفي ما غيبتكرش مثلا الساكنه الجنوبيه اللي كتعاني من بزاف ديال الحوايج ما غيساهمش في اعاده تهيئه مدينه اسفي ما غيساهمش في اعاده تهيئه المنطقه الجنوبيه ما غيساهمش في من اجل مدينه مستدامه يعني بزاف الممارسات غير لائقه اللي كنعانوا منها مع المؤسسه وهذا من جهه من جهه اخرى كاين هنا دعم الشركات الصغرى حنا اليوم كنعرفوا بان اوسيبي ما كيدعمش الشركات الصغرى هو كيدعم الشركات المتوحشه وكنقولها وانا مسؤوله على الكلام ديالي لان هذه المؤسسه كتعاني من واحد الفساد كبير وهذا الفساد كيتجلى في هذه الممارسات اللا اخلاقيه لا مع المدينه ولا مع هذوك الشركات الصغرى واش هاد اوسيبي اللي كيجري وكيدور بعشرات المبتكرين الاجتماعيين مالو غيجلس مع مبتكر المدينه واش هاد لوسيبي اللي عنده اكبر مركز ديال التكوين ما يكون لنا 100 شير من مدينه اسفي ويلزم هادوك الشركات المناوله اللي كتدخل باش يوظفهم هادو ما غيتكرش ليهم لا في اطار المسؤوليه المجتمعيه اللي كيمثلها هو هذه هي المسؤوليه الاجتماعيه نقطة أخرى هذه المؤسسة كما قال السي عبد الجليل زرياط رئيس لجنة التعمير حنا دوزنا اللجنة الأولى وما حضرش معنا وعاود صيفطنا ليه في المرة الثانية باش يجي يحضر معنا ونهضروا معاه على هذيك المساهمة القليلة في حقه بالمقارنة بهذيك لي سيبونسيون اللي كيعطيه في مدن أخرين اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة